les ofrecemos la pluma siniestra. أنا رينالدو، أريد رؤية السيد أليخاندرو. لقد كان منظرا مضحكا جدا عندما هرب الجنود. كان عليك أن تري تلك النظرة التي كانت على وجه غارسيا وهو هارب من زورو. رينالدو، أهلا يا صديقي العزيز. لقد غبت عني طويلا يا رينالدو. 25 عاما. هذا ابني دييغو، وهذه الآنسة إيزابيلا توريس. أعرفكما صديقي القديم السيد رينالدو فرنانديز. المؤلف الشهير، سعيدة بلقائك. لطالما ألهمتني سلسلة الرجل الغراب بكتابة قصص قصيرة على شكلها. رينالدو، عد نفسك في منزلك. كنت أنا ورينالدو نسكن نفس الغرفة عندما كنا في الجامعة. حاولت أن أقنعه أنه لا يوجد مستقبل لدراسة الأدب دون فائدة. لقد أثبت أنك على خطأ يا أبي، رواياته مشهورة في كل العالم. أشكرك على هذا الإطراء. قرأت كثيرا من رواياتك سيد رينالدو، ولقد أعجبت بها كثيرا، إنها مذهلة. ما الذي أتى بك إلى هذه القرية؟ لابد أنك أتيت لتؤلف رواية جديدة. آمل أن تكون قصة من سلسلة الرجل الغراب. ألن تكون القصة مذهلة لو جعلت زورو البطل في هذه القصة؟ سمعت عن مآثر الفتى الذي تسمونه زورو، ومن سوء الحظ أن سلسلة الرجل الغراب قد انتهت، وانتهى عملي المهني. لكن لماذا؟ لأسباب شخصية. اشتريت منزلا في هذه القرية لأكون في عزلة. خاب أملي لسماع هذا سيد رينالدو، لكن ربما ستسمح لي بزيارتك، فلدي الكثير من الأسئلة عن الكتابة. أتشرف بهذا، لكن يجب أن أحذرك من شيء. شكرا لك على حسن ضيافتك يا سيد أليخاندرو، والآن يجب أن أذهب. وداعا. الزمن كتبت فيها هذه القصص مجبرا، وأنشر الرعب والشر في كل مكان. يجب علي أن أعترف، لأن الناس بدأوا يعجبون بهذا الكلام الذي أكتبه وأخشى عليهم من قصص مخيفة. يجب علي أن أنهي هذا والآن. لا، لقد اتخذت قراري، لن أكتب الروايات بعد الآن. لا مزيد من الرعب، أرجوك سوف أفعل كل ما تريد. إنها ليلة مخيفة لبدء قصة كالتي يريدها الرجل الغراب، منذ زمن بعيد جدا، والشرير هو الذي يتبعني. أدركت في هذه الليلة أنه ليس أمامي خيار آخر سوى أن أكتب القصة التي سيمليها علي ذلك الرجل. سيد القائد، سيد القائد، وصل السيد رينالدو فرنانديز إلى القرية منذ قليل. الكاتب المشهور؟ نعم يا سيدي، إنه يقيم في تلك القلعة المهجورة بطرف القرية. لابد أنه أتى لكتابة روايته الجديدة. يجب أن أرى السيد رينالدو حالا. أيها الرقيب، أحضر ردائي. حاضر يا سيدي. السيد رينالدو هو كاتبي المفضل، وأنا مستعد لتقديم أي مساعدة له لكي أكون مثل الرجل الغراب. الرجل الطبل مناسبة لك أكثر. آسف لتأخيرك في العمل، لكن يجب أن أصلح بقية السياج قبل أن يهرب المزيد من المشية. ليس لدي أي مشكلة يا سيد إغناسيو. هذه 100 متر من أعمدة السياج. شكرا لك يا صديقي. إن قلبي يناشدني أن أتوقف عن الكتابة، إلا أنني عاجز تماما أمام إرادة هذا الرجل. لكنه رجل غير عادي، إنه رجل الشر، إنه الرجل الغراب، ولقد قطع عليهم ذلك الشرير بمخالبه.
هل هذا أنت يا زورو؟ ذلك ليس زورو. أي نوع من الوحوش هذا إذن؟ جعل الرجل الغراب الرجلين مرعوبين جدا. بعد إذن فتح منقاره الحاد كالشفرة. لا لا أستطيع. لا حسنا توقف. قفز الرجل الغراب على مجموعة الأخشاب وأخذ يضرب الرجلين. لا تخاف. الأفضل لك يا صديقي ذا الريش الجميل أن تطير بعيدا ولا تعود أبدا. زورو! El zorro regresará en un momento. Ya regresamos con El zorro. Regresamos con El zorro. لا يجب أن أتوقف عن الكتابة لكي أنقذ زورو. سيد رينالدو. هل أنتم بخير أيها السادة؟ نعم شكرا لك يا زورو. سنلتقي ثانية إذن. ما الذي حدث؟ لقد أغمي عليك عندما دخلت الغرفة. من أنت؟ أنا القائد مونتيسيرو المسؤول عن أمن هذه المنطقة. وأنا؟ السيد رينالدو فرنانديز الكاتب المشهور. أعرف هذا. هناك أمر عاجل أريد مناقشتك فيه. هل فعلت شيئا سيئا أيها القائد؟ لا الأمر يتعلق بسلسلة روايات الرجل الغراب. فعندي لك فكرة مذهلة. أعتقد أن عليك أن تجعلني بطل إحدى رواياتك القادمة. ماذا؟ كتبت الفكرة الرئيسية. أنا وزورو سنطارد الرجل الغراب، وبالتأكيد أنا الذي سأنتصر عليهما في النهاية. نعم ولكن عندما تنشر روايتك هذه سأكون قد قبضت على زورو، وهكذا سيثنى عليك لأنك تنبأت بذلك وكتبته قبل حدوثه. يجب أن أقول لك أنك تستحق أن تكون كاتب روايات رائع. شكرا لك سيدي. يؤسفني جدا يا سيدي أنه ليس هناك المزيد من روايات الرجل الغراب. لقد اعتزلت الكتابة. ولكن عندما دخلت أنا آسف يا سيدي القائد، ولكنني أشعر بإرهاق وأحتاج إلى الراحة. أرجو المعذرة. على راحتك. ولكن ماذا عن زورو؟ ما الذي حدث لك؟ لقد قابلت الرجل الغراب بالقرب من منشرة الخشب. ولكن والدي كان هناك. اطمئني إنه بخير، لكن حدث شيء غريب. علقت بالمنشار ولم يكن هناك أي وسيلة للهرب، ولكن فجأة لا أدري ما الذي حدث توقف المنشار. بالطبع سأكتب ما تقول. لم يكن لدي خيار إلا إطاعة ذلك الشرير، لأنه كان يهددني دائما بأن يقضي علي إن لم أكتب ما يريد. ولذلك أنا خائف جدا ولا أستطيع مخالفته، ولكن ضميري يؤنبني دائما على هذا الفعل السيء. لماذا توقفت عن الكتابة قبل أن أقضي على زورو؟ لم تكن غلطتي أبدا. فاجأني القائد مونتيسيرو بدخوله، لهذا فقد فقدت التركيز.
إذا فقدت تركيزك ثانية سوف تكون أول من سأقضي عليه بمخالب هذه، وسيكون هذا آخر شيء تكتبه. لن يحدث هذا ثانية، تأكد. لقد عرفت شيئا سيجعل قصتي مثيرة جدا. أخبرني الغراب الصغير أن دييغو ابن السيد أليخاندرو هو زورو. لكن كيف علم هذا؟ لقد رأى ذلك بعينيه الشريرتين، لذلك ستعيد صياغة القصة لكي أكشف شخصية زورو الحقيقية وأنتصر عليه. اسمع، زورو هو قوة تسعى إلى الخير، ومن فعلتك ستجلب الظلام إلى هذه القرية. لن أكتب هذا، سأحطم القلم أولا. لن تفعل شيئا من هذا أبدا. حسنا اكتب ما أمليه عليك أيها الأحمق الضعيف العاقل، اكتب. الآنسة إيزابيلا؟ لدي الكثير من الأسئلة عن الكتابة وال... أنا آسف جدا يا آنستي، ليس هناك وقت للنقاش في الكتابة. نعم سأفعل هذا حالا. سيد رينالدو، هل هناك شيء؟ جلست الآنسة مرتبكة عندما سمعت صوت الغراب، وأخذت القلم وبدأت أكتب. لو كانت تعرف ماذا كان سيحدث لهربت مذعورة من القلعة، لكن بينما أنا أكتب ظهر الرجل الغراب ثانية وخافت منه. أعتقد أنك قرأت كل تلك الروايات أيتها الآنسة، ولا بد أنك مرعوبة لرؤية الرجل الغراب واقفا أمامك. سيد رينالدو، من هو هذا الوحش؟ ولماذا تكتب كل ما نقوله ونفعله؟ لا تحاولي أن تتكلمي معه، لقد نومته مغناطيسيا كما فعلت بالغراب الصغير. عندما نظرت الآنسة لترى ذلك الرعد المخيف أحست وكأنها ضربت رقبتها. لا، هذا أمر مستحيل. لا، هذا صحيح، أنت أيتها الآنسة ستكونين إحدى ضحايا روايات الرجل الغراب لهذه الليلة. أكمل القصة يا سيد رينالدو، ما الذي تفعله أيها الأحمق؟ هيا اكتب. لا، لن أفعل هذا أبدا. لا تفسد علي خططي أبدا. إيزابيلا، والآن نفذ كل ما أقوله لك، هيا اكتب. لقد عدت إلى قبضة ثانية أيتها الآنسة. El zorro regresará en un momento. Ya regresamos con El zorro. الآن الجزء الأهم في القصة يا آنسة، سأستخدمك طعما للإمساك بزورو. أم علي أن أقول دييغو دي لا فيغا؟ دييغو؟ زورو؟ ما الذي تتكلم عنه؟ لقد رآه الغراب الصغير عندما كان ينتزع قناعه، وعندما يأتي إلى هنا لإنقاذك سأكشف شخصيته لمونتيسيرو. من المؤكد أنك لست أذكى من زورو. على العكس، أنا لا أخفق، لأن السيد رينالدو سيكتب هذا، وكل ما يكتبه رينالدو أطبقه أنا. تجبره على كتابة كل هذا الشر لتكون أنت بريئا منه؟ كان هذا اتفاقنا من البداية. منذ 25 سنة في حي فقير في مدريد كان رينالدو الشاب يحلم بأن يصبح كاتبا ناجحا، وعندما رفض كل الناشرين روايته الخامسة على التوالي أصيب بالاكتئاب.
كل الكتاب يبيعون رواياتهم إلا أنا. علي أن أجد حلا لهذه المشكلة. يجب أن أوافق على فكرة الرجل الشرير. وكنت سابقا قد عرضت عليه أن يكتب قصص الإجرام وأطبقها أنا لتكون حقيقة ويصبح هو كاتبا مشهورا. وهكذا كنا شريكين في كل الجرائم التي كان يكتبها والتي أحبها الناس جميعا. كان الإجرام يختفي بين صفحات هذه القصص دون أن يعلم الناس ذلك. أصبح رينالدو في قبضتي، لا يستطيع مخالفة أمري أبدا، وبذلك حقق نجاحا ساحقا في هذا المجال. نعم، لكن نسي أن يخبرك أنني أتمرد عليه في الوقت الراهن، وأريد أن أتخلص منه ومن الشر الذي وضعته في كل مكان. ولماذا لم تتذمر عندما أصبحت مشهورا؟ لم أكن أعرف أنك ستستخدم طريقة التنويم المغناطيسي لكي أكتب ما تريد أنت فقط. إذن أستطيع أن أصف نفسي بالكاتب الحقيقي. نحن لم ننتهي من الكتابة بعد، يجب أن تكتب بقية القصة هذا المساء، فقصتنا ستأخذ منحا جديدا. نعم، أدخل. وصلت هذه للتو يا سيد القائد. عزيزي القائد مونتيسيرو، أنا في حاجة ملحة إلى مساعدتك. أعتقد أن زورو ينوي أن يخطفني منتصف هذه الليلة. إذا كنت تستطيع إيقافه فسأجعلك بطل القصة التي سوف أكتبها لاحقا. التوقيع سيد رينالدو فرنانديز. خبر مذهل، هذه فرصتي للقبض على زورو والحصول على الشهرة والثروة. برناردو، لماذا أنت خائف هكذا؟ ها؟ عزيزي زورو، الآنسة إيزابيلا توريس سجينة في قلعة السينو. إذا كنت تستطيع إنقاذها فستكون بطل رواية الأخيرة. المخلص رينالدو فرنانديز. سأحتاج إلى تلك الآلة الخاصة التي كنا نصنعها خلال الشهور الماضية يا برناردو. تسلقي على صوت، أسرعي. أمسكوا به. سوف أقبض عليك الآن يا زورو. لا تحلم بهذا يا مونتيسيرو، أنت شخصية ثانوية في القصة. أنا الذي سأهزم زورو، بعد ذلك ستجد نفسك أمام خصم أكثر قوة، الرجل الغراب. زورو، الحبل على وشك أن ينقطع. لا عليك، إنه لا يعمل أبدا. ولن يعمل، لأن حوادث القصة في صالحي كما يكتب رينالدو. الكتابة، نعم أعرف طريقة لمساعدتك، ولكن يجب أن أصل إلى السيد رينالدو. هيا استعدي. الآن. هناك شيء يجب أن تعرفه عن زورو أيها القائد، لقد اكتشفت شخصيته الحقيقية. سيد رينالدو، أعد كتابة القصة بحيث ينتصر زورو. لا أستطيع، الرجل الغراب يسيطر على أفكاري تماما. أنت التي يجب أن تنهي هذه القصة. ولكنني لست كاتبة. لقد ظن الرجل الغراب أنه قد هزم زورو، ولكن الكاتب حول مجرى القصة لتكون إلى جانب زورو، وفجأة فتحت أجنحة الآلة الطائرة عند زورو. ولكن كيف؟ لا يمكنك الطيران. ها
هذا ليس جزءا من القصة. لكنه حصل. سأعود في الرواية القادمة لأقضي عليك يا زورو. لا، هذا هو الفصل الأخير للرجل الغراب. لكن الرجل الغراب عاجز عن الانتقام، فما كان منه إلا أن استسلم وذهب بعيدا. حسنا، ما رأيكم؟ قصة رائعة ومذهلة. تفوقت على نفسك هذه المرة يا سيد رينالدو. إنها أفضل قصة من سلسلة الرجل الغراب حتى الآن، ولكن لدي سؤال أخير. لقد قلت إنك ستعتزل الكتابة. كان ذلك منذ شهور، لكن فكرتك عن جعل زورو البطل هي التي جعلتني أكتب ثانية هذه القصص الجميلة. وأخيرا انتهت قصة الغراب. هناك شيء يحيرني في قصتك يا رينالدو. مع كل احترامي لك، إلا أنني لا أعتقد أن قراءك سيقبلون أن شخصا مثل دييغو يمكن أن يكون زورو البطل. أنا محرج لقول هذا يا دييغو، لكن بعد أن عرفت تصرفاتك في القرية بدأت أتفق مع والدك. حسنا، لست مستاء يا سيد رينالدو. لابد أن هناك شخصا آخر أكثر إقناعا ليكون زورو، مثلك أنت يا إيزابيلا. مثلي أنا؟ لم أسمع بهذا من قبل. فتاة بطلة، هذا يعجبني.